بغيتي تتعرف على مغارة هرقل؟ تبع معايا الفيديو من الأول حتى التالي. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غندير لكم واحد الفيديو اللي يكون سبيسيال. اليوم جينا المعلمة ديال طنجة، مغارة هرقل. اليوم غادي تعرفوا اي حاجه على مغارة هرقل وشنو فيها، المرافق ديالها، وكيفاش دير تجي باقل ثمن لمغارة هرقل. ياك سي امين، اليوم يكون واحد الفيديو واعر سبيسيال. وقول لهم داك الغار اللي مشينا له. داك الغار صافي خوفني انا بزاف. خطير خطير. يلا مو تبع معايا الفيديو من الاول حتى التالي باش تعرف كل شيء. يلا، هذه هي الدخله ديال المغاره، وكاين هنا واحد الرومبان ديال اوتيل ميراج، وكاينين هنا التاكسيات فين غادي يحطوك التاكسيات ولا الطوبيس. والا جيتي بالطوموبيل راه كاين الباركينغ هنايا حدا كافيه اشقار، وبالضبط في هذه البلاصه هذه. ملي كتوصل للرومبان ديال اوتيل ميراج، هنايا كاين واحد البلاكه مكتوبه فيها مغاره هرقل، وهذه هي الدخله ديال المغاره. ودابا غادي ندخلو لمغاره هرقل وغادي نعرفوكم على المكان كامل. ملي كتدخل مع الدخله نيشان مع الدخله ديال المغاره، كتخرج في هذه الساحه هذه. هاد الساحة هادي البناية ديالها بحال البني ديال اليونان على حسب الأسطورة اليوناني هرقل. هاد البلاصة هادي كتسمى مسار من المسارات السياحية في مدينة طنجة، ولا جيتي لطنجة ضروري تزور مغارة هرقل. وهاد الساحة هادي فيها المطاعم هنايا، وفيها بقال، وفيها مطاعم الفوق. إلا بغيتي تطلع للمطعم الفوق راه كاينين واحد الدروج هنايا في الجناب، كطلع حتى للفوق تماك راه كاينين مطاعم عندهم إطلالة زوينة. وفي جنب هاد الساحة هادي كاين هاد السور صغيور كطل على المحيط الأطلسي، وكاينين هنايا واحد الكراسة إلا بغيتي تجلس وتستمتع بالجمالية ديال المكان. وكاين هنا واحد البلاصة عاوتاني كاينين هنا فيها الكراسة مغطية من الشمس الا بغيتي تجي تجلس. وفي هاد البلاصه هادي كاين البلان ديال المغاره كيفاش دير تساره، وفي التالي ديالها هنايا كاين الطواليطات ديال الرجال والنساء، الثمن ديالهم 2 دراهم. وفي جنب الساحه كاين هاد السور هذا، بزاف ديال الناس كيجيو يجلسوا هنايا يستمتعوا بالغروب ويستمتعوا بامواج ديال البحر المحيط الاطلسي، اللي صراحه الله الجلسه هنايا زوينه ما تسخاش تنوض. الا بغيتي تزيد تستمتع بامواج ديال البحر هي تهبط حتى لتحت. ودابا هابطين نعرفوكم شنو كاين لتحت، ورا فين كنا الفوق، ورا الدروج منين هبطنا. وملي كتهبط لتحت كتزيد تستمتع بالجماليه ديال الامواج ديال البحر اللي كيضربوا في هذا الحجر هذا. وهنايا مزيان تجلس في هذا الحجر وتستنى الغروب ديال الشمس. وإلا جيتي لمغارة هرقل ضروري تهبط لهاد الحجر الزوينين اللي كيضربو فيهم هاد الماج، تاخد شي صورة كيجيو تصاور زوينين. وهادي إطلالة على داك المكان من الفوق فوقيتة ديال الغروب، شي حاجة اللي زوينة بزاف. ودابا يلا معايا ندخلو لمغارة هرقل. وملي كتدخل من هاد البلاصه الا مشيتي نيشان، هذيك هي مغاره هرقل، وكاين هذه اللي في الجنب مغاره الفنون. دابا ندخلوا لمغاره هرقل ومن بعد ندخلوا لمغاره الفنون. الثمن ديال الدخله ديال المغاره هو 10 دراهم بالنسبه للمغاربه، وبالنسبه للاجانب 30 درهم، وبالنسبه للمغاربه نهار الجمعه راه فابور. ودابا يلا ندخلوا نعرفكم على المغاره. وملي كتدخل من هذا الباب كتخرج نيشان في هذه الساحه هذه. هذه هي الساحه اللي كتطل على التقبه ديال المغاره، اللي الشكل ديالها بحال الخريطه ديال افريقيا، على شكل خريطه ديال افريقيا. وفي وسط المغاره كاينين هنا ملابس جبليه، الا بغيتي تلبسهم وتصور بهم الثمن ديالها 10 دراهم. وكاين هنا واحد السيد عنده واحد الكاميرا بروفيسيونيل، لان هنايا الظلام والتليفون صعيب يصور لك واحد الكاليتي اللي زوينه. وفي وسط المغاره كاينين بزاف ديال البيوت كتسارى فيهم وكتستمتع بالحضاره الاغريقيه، اللي شي حاجه زوينه. وعاد زايدينهم واحد الاضاءه
اللي زوينة كتعطي واحد الشكل زوين للمغارة. أحسن وقيتة تقدر تجي للمغارة هي وقيتة ديال الغروب باش تستمتع وتشوف هذا المنظر الرائع اللي بزاف الناس كيجيو غير باش يشوفوا هذا المنظر هذا. والتوقيت اللي كتسد فيه المغارة هي 7 ديال العشية. إلا كان الغروب من تحت 7 راك غادي تستمتع، وإلا كان فوق 7 راه ما يمكنلكش، كلشي كيخرج بحاله. ودابا غادي نخرجوا من مغارة هرقل وغادي ندخلوا لمغارة الفنون اللي جاية في الجنب ديال مغارة هرقل. الثمن ديال الدخلة ديال مغارة الفنون هي 5 دراهم للواحد. ودابا غندخلوا نعرفوكم على مغارة الفنون. ملي كتدخل نيشها مع الباب كتخرج في هذا الكولوار هذا، هذا الكولوار هذا اللي كيطل على المغارة لتحت، وكاين الكولوار التحتاني وكاين لتحت. دابا غادي نعرفوكم على هذا الكولوار هذا. هذا الكولوار هذا فيه بزاف ديال التماثيل ديال الاسطوره هيركيل، وكاينه هنايا واحد البلاكه الا بغيتي تتعرف على القصه ديال هيركيل اللي كان هنايا بطنجة. هذا الكولوار هذا كيطلع على مغاره الفنون كامله، وهذا الكولوار فيه بزاف ديال التماثيل ديال الاسطوره هيركيل، شي حاجه اللي زوينه وبزاف الناس كيتصوروا مع هاد التماثيل اللي الشكل ديالهم والنحس ديالهم شي حاجه اللي زوينه. ودابا نهبطوا للكولوار التحتاني باش نعرفوكم عليه. ملي كتهبط مع الدروج كتخرج نيشان في هاد الكولوار هذا التحتاني. هاد الكولوار هذا فيه قناوه الا بغيتي تجي تصور معاهم، وكيعطيو الموسيقى للمغاره كامله. هاد الكولوار هذا عنده اطلاله قريبه على التالي ديال المغاره، وهنايا في هاد الكولوار كاينين واحد التماثيل ديال الاسطوره هيركيل اللي مغايرين على التماثيل اللي شنا الفوق. وفي هاد الكولوار كاينين واحد جوج بيوت صغار اللي دايرين واحد فيه شلال، وواحد دايرين فيه الرحاله المسلم ابن بطوطه، ودايرين واحد اللافته الا بغيتي تقرا التاريخ ديال ابن بطوطه. دابا غادي نهبطو حتى التالي ديال المغاره ونعرفوكم شنو كاين لتحت. ملي كتهبط مع الدروج حتى التالي كاينين هنا واحد جوج ديال الشلالات اصطناعيين، وكاينين بزاف ديال المجسمات فين تصور، وكاين هنا فين تصور، وكاينين هنا واحد القرد واحد البباغا انا غنوري لكم مع الفيديو. وفي هاد البلاصه هادي كاين هاد البازار هذا اللي كيبيع هاد الاحجار الكريمه، وكيبيع اللوحات التذكاريه ديال مدينه طنجه وديال مغارات هرقل. وهذا هو الشلال الكبير اللي فيه هذا الماء هذا اللي عطي واحد المنظر رائع هنايا بالمغاره، شي حاجه اللي زوينه، وهنايا كاين تيجي وتصاور زوينين بزاف. وفي هذه البلاصه هذه كاينين بزاف ديال التماثيل اللي كتمثل الحضاره الاغريقيه، اللي شي حاجه زوينه بزاف وتصاور هنايا كيجيو زوينين. ودابا حنايا في الطبق التحتاني هنايا كاين هذا البازار، وهنايا كاينين هاد الكولوارات اللي دزنا عليهم بجوج. مغارة الفنون الثمن مناسب 5 دراهم بالنسبة للمغارة، الثمن راه هو هذاك، في كاين ما يتشاف وعندك فين تصور. وبالنسبة لهاد الحيوانات هاد القرد هذا ولا هاد البباغاء الا بغيتي تصور معاهم راه خصك تخلص مولاهم غادي تفاهم معاه. ودابا مشاو نتصوروا مع القرد، هاو نزلين دادر كلاهم كاملين ما خلاش فيهم. ولا بغيتي تصور مع الباباغا هاو في واحد اللون اللي زوين، عرفتي الصوره به كي كتجي شي حاجه اللي زوينه بزاف. ودابا غادي نخرجوا وغادي نديروا من اللور ديال مغاره هرقل المغاره الكبيره، وغادي نعرفوكم شنو كاين مور المغاره. وهذه هي الاطلاله اللي كتطلع عليها مغاره هرقل، وهذاك الطرف اللي كيبان هو ديال اوتيل ميراج، وهنايا كاين الشاطئ ديال الجبيلات وشاطئ سيدي قاسم. وفي جنب المغاره هرقل من اللور كاين هنايا واحد البيت، صراحة الله هادشي كيخلع ملي كتدخل وكتكون ضاربه لك الشمس في عينيك،
ملي كتدخل الغار ما كيبقى يبان لك والو، وهذا الغار هذا راه قديم بزاف. وحنايا دخلنا الفضول وبغينا ندخلو نعرفو شنو كاين هنايا في هاد البلاصه هذه. لقينا واحد جوج غيران اللي صغارين بزاف ما يقدرش يدخل منهم بنادم، ودخلنا الفضول وبغينا نعرفو شنو كاين في هاد الغار هذا. دخلنا التليفون والبيل وبقينا كنشوفو، ساعه ما لقينا والو، كاينين تما غير الكارطون و100% كيدخلو تماك الشمكاره كينعسو تماك. وهاد البلاصه هذه بنادم بلا ما يدخل لها خانزه بزاف. هاد البلاصه هذه قبل ما يرمو اشقار كانوا هنايا قهاوي، وملي رموها رجعوا القهاوي الفوق وحيدوا هاد القهاوي الشعبيين. ولا بغيتي تجي لمغارة هراقل بالطاكسي ولا الطوبيس، راه عندي فيديو كنشرح كيفاش تقدر تجي في الطوبيس ولا في الطاكسي، غنخلي لكم اليان في الديسكريبسيون. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساولناش التعليق على هذا الفيديو، قلنا كيفاش جاكم، واي استفسار مرحبا بكم عندي في انستغرام اغريك بي فلوغ، راني كنجاوب كل شيء. واحسن وقيته اللي تقدر تجي ليها هي مع الغروب ديال الشمس، هي اللي احسن وقيته تقدر تجي ليها وتستمتع بالغروب ديال الشمس. دابا نخليكم تستمتعوا.